مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية بعد قليل. البدء من مقال الكاتبة ثائرة أكرم العقيادي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني، ذكرت فيه أن نقطة الصفر عاد إليها العراق مرة أخرى، فرؤساء حكومات متعاقبة وكتل وأحزاب وشخصيات باتوا اليوم كالحرباء تبدل جلدها في كل دورة لكنها تبقى حرباء، رؤساء الحكومة مرة أخرى، وزراء وغيرها، رؤساء أحزاب وكتل، وكأن العراق قد خلا من الرجال الوجوه أنفسهم، الخيبات نفسها التي واجهها ويواجهها البلد منذ 19 عاما، خيبة أمل إذن في هاجس كل عراقي من هذه الوجوه المتكررة التي تقاسمت السلطة منذ السقوط بحسب تعبير الكاتبة طبعا ولغاية اليوم من أجل مصالحها الحزبية والشخصية. تدور هذه الأيام عجلة القوى القديمة التي جربها العراقيون ولم تعطي للعراق وشعبه شيئا، وإنما أعطت لنفسها ولأحزابها الكثير من بين أموال ومواقع في السلطة، غذتها أعمال الفساد التي مارسها هؤلاء واغتنوا على حساب ثروات الشعب وما زالت في عقر المنطقة الخضراء. إن من السخرية أن تتدهور أحوال الناس بعد كل ما قدموه من دماء وشهداء قربانا لثورة أرادوا بها أن تضمن ولو البعض من حقوقهم وتحسن من معيشتهم وتخرجهم مما هم فيه من فقر وعوز وظلم واستبداد، لكننا يوما بعد يوم نرى أن حال المواطن من سيء إلى أسوأ وحال المسؤولين في تحسن دائم، ولا مفر من هؤلاء القتلة الظلماء. لقد ابتلي الوطن بمافيات مسلحة بالجهل وعقدة العوز ومرضى السادية جعلت من الصدف والأقدار أن يحكموا وطنا استوطنت فيه الحضارات المتنوعة وخزائن الشعر وألق الحرف والكتابة والقانون، وطن عبقري المجد عزما وسماحة. كان المحتل الأمريكي ذكيا في اختياره لمثل هذه النخب اللقيطة لأنه يعرف مؤهلاتها الشخصية وأمراضها المزمنة وقدرتها على هدم الوطن وتفكيك نسيجه الديني والقومي والاجتماعي. ليس كل من ادعى الوطنية أصبح صوت الشعب، فقد غرق معظمهم في بحر قتل الشعب وتجويعه وفي رذائل الفساد وعمالة الأجنبي ووحل الطائفية المقيتة، فأصبحت صناراتهم لصيد الأمل وقتله وإفراغ بحر الوطن من المفكر والمثقف والفنان وما تبقى من جمال الروح والموقف، حتى وصلنا إلى قاع مجهول لا نستطيع فيه التنفس لأن شرايين رئة الوطن امتلأت بالجلطات الدموية، فانغلقت منافذ العيش السليم وتوطنت جراثيم الأحزاب وفيروساتها في خلايا الوطن. من موقع كتابات نقرأ مشاهدينا الكرام مقال الكاتب سمير عادل بشأن تقارير صندوق النقد الدولي بخصوص العراق، ذكر فيه أن المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الأمريكي والبنك الأوروبي وغيرها ترصد أرقام الفقر والبطالة والناتج المحلي والنمو الاقتصادي في الدول والبلدان من أجل معرفة هل ينسجم أداء اقتصادها أي تلك البلدان مع متطلبات الإنتاج الرأسمالي العالمي واستقرار الأسواق ونموها، وهي تعمل كمجسات لمعرفة المخاطر والتحديات التي تقف أمام دوران عجلة ذلك الإنتاج والسعي في نهاية المطاف على إزالتها واحتوائها، مثل أداء الحكومات ونشوب الاضطرابات والفوضى والهيجانات الجماهيرية والاحتجاجات العمالية وانتهاء بالثورات. إن عمل تلك المؤسسات هي بمثابة صمام أمان لحماية الاقتصاد الرأسمالي العالمي وسوقه العالمية، ولعبت تلك المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية دوراً كبيراً سواء في تنصيب حكومات أو إفقار البلدان التي جاءت بتلك الحكومات من أجل تمرير مشاريعها الاقتصادية والسياسية، وعقب أي تحول سياسي في أي بلد أو دولة بفعل مؤامرات المؤسسات المخابراتية ودعمها للانقلابات العسكرية أو ما سميت بالثورات الملونة، نجد في اليوم الثاني حضور ممثلي وموظفي تلك المؤسستين على طاولة المفاوضات
مع الحكومات الجديدة التي جاءت عبر تلك الانقلابات. ما نريد أن نقوله إن أرقام البنك الدولي التي تشيد بالاقتصاد العراقي ودور الحكومة الحالية التي يتفخر وزير ماليتها عبد الأمير علاوي بها تكشف عن حقيقة واحدة تهم النظام الرأسمالي العالمي، وهي أن العراق ماضٍ على طريق بما يدعم وينسجم مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي ولا يشكل خطراً على عدم استقراره. وطبعاً تلك الأرقام التي يعلنها البنك الدولي تخفي في طياتها حجم البطالة والفقر وحصول الفرد على ما يكفيه من سد حاجاته المادية والخدمات الاجتماعية والسكن والصحة والمياه النظيفة الصالحة للشرب. إلى صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ذكرت أن محاولات الغرب البحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية قد تثري دولة قطر الصغيرة وتزيد من قوتها. ففي تقرير عده محرر نيويورك تايمز قال إن قطر قامت على مدى ربع قرن بتصدير الغاز الطبيعي المسال لقائمة متزايدة من الزبائن حول العالم، مراكمة ثورة عميقة وأهمية جيوسياسية كانت ستفتقدها من دونه. ومن المتوقع أن ينمو نفوذ قطر، هذا يعود في جزء منه للحرب في أوكرانيا، وفي الوقت الذي يحاول فيه قادة أمريكا وحلفائهم في أوروبا البحث عن نفط أو غاز بديل عن روسيا، برزت قطر مرشحاً يوفر الغاز لتدفئة البيوت الأوروبية وطبخ الطعام وتوليد الكهرباء. مع أن قطر لا تستطيع في الوقت الحالي شحن كميات إضافية من الغاز نظراً لارتباطها بعقود في مناطق أخرى، إلا أنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لزيادة إنتاجها بمعدل الثلثين بحلول العام 2027. وفي مقابلة مع سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ومدير شركة قطر للطاقة، قال إن نصف الإنتاج قد يذهب إلى أوروبا. وقالت سينزا بيانكو الزميلة في شؤون الخليج بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الوضع مناسب لكي تصبح قطر مصدرا مهما للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ويرى الكاتب أن الاهتمام بقطر هو تحول لبلد اعتاد في السنوات الماضية على مهاجمة القادة الغربيين الوقود الأحفوري ومساهمته في التغيرات المناخية، واليوم يبحث نفس القادة طرقا للحصول على الغاز. ويقول الكعبي إن الدول التي كانت تقول لا نريد شركات النفط والغاز وتم شيطنتها وأنها سيئة يقولون الآن ساعدونا، نريد مزيدا من الإنتاج وأنتم لا تنتجون ما هو كاف وغير ذلك. ويقول الكاتب إن التحول سببه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قام بغزو أوكرانيا في 24 شباط فبراير، مما دفع الدول الأوروبية التي كانت تحصل على نصف احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا للبحث عن مصادر بديلة وحرمان بوتين من المال اللازم لدعم آلتها الحربية، وهو ما ساعد قطر التي تتنافس مع أستراليا والولايات المتحدة على المراكز الأولى بتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما زاد من شعبيتها. وفي هذا السياق كتب مثنى عبد الله: منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية سارعت أوروبا إلى اتخاذ العديد من العقوبات على روسيا. يبدو أن لا أحد كان يتوقع أن تدفع موسكو بملف الغاز يدخل على خط الصراع وبقوة. فكان ردها أن على أوروبا أن تدفع قيمة الغاز المصدر إليها بعملتها الوطنية روبل. وقد سوغوا هذا القرار بأنه جاء نتيجة لخطوات غير ودية من أوروبا وبشكل غير مسبوق في المجالين الاقتصادي والمالي، ليتبعه بعد مدة قرار بقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل. وإذا ما علمنا أن 90% من احتياجات بلغاريا يعتمد على الغاز الروسي و55% من احتياجات بولندا من هذه المادة هي أيضا من المصدر نفسه، يتبين وبوضوح حجم الاضطراب الذي يمكن أن يحققه قطع الغاز عن هذه البلدان. فهل موسكو جادة في تنفيذ قرارها على الجميع؟ لقد سمعنا على مدى أكثر من شهرين من أوروبا تصريحات عالية النبرة، لكن الحقيقة أن سقف المواقف الأوروبية لا يتماشى مع واقع أزمة الطاقة في أوروبا. فقد رفضت الدفع بالروبل في بداية الأمر، واليوم ذهبت بعض الدول الأوروبية للدفع بالعملة الروسية. فالنمسا والمجر وسلوفاكيا قالت إنها ستدفع بالروبل، وحسب بلومبرغ هناك 10 دول أوروبية فتحت حسابات في موسكو بالروبل،
وأربع منها دفعت بهذه العملة، حتى ألمانيا قالت إنها ترفض الدفع بالعملة الروسية، لكنها الآن ستفتح حسابا لها في غازبروم، ومن ثم يتم تحويله من اليورو إلى الروبل. إن عدم وجود بديل جاهز يعوض أوروبا عن الغاز الروسي يعطي موسكو القدرة على تمرير قرارها بالدفع بعملتها الوطنية مقابل الطاقة التي تصدرها إلى دول أوروبا، كما أن الموضوع مرتبط أيضاً بالوقت والجهوزية. وهناك عامل مهم يلعب دوراً كبيراً في الضد من الأوروبيين، وهو عدم وجود بنى تحتية، وهذه لا يمكن أن تكون جاهزة على أحسن تقدير قبل عامين. هنا ليس من خيار أمام الأوروبيين سوى التقشف في الطاقة، لكن هذا الخيار أثمانه باهظة أيضاً. سيكون هنالك تأثير كبير على العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، فالطاقة التي تستوردها أوروبا من روسيا تذهب إلى قطاعات مهمة مثل المواصلات والصناعة، ما يعني أن هذه القطاعات ستتأثر وسيحصل تراجع في النمو الاقتصادي. وعادة الحدث الاقتصادي دائما ما تكون منه عدة أحداث إما تضخمه أو تقلصه. علقت مجلة إيكونوميست على توسيع حلف شمال أطلسي الناتو وقرار كل من السويد وفنلندا التخلي عن سنوات من عدم الانحياز، مؤكدة أن تقدم البلدين للانضمام إلى الحلف وتوبيخ صارخ لنظرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية. فبلدان كانا فخورين بتاريخهما بعدم الانحياز العسكري قررا بعد التقييم أن مخاطر استعداء جارهما يفوقه الأمن الإضافي الذي سيحصلان عليه لو انضما إلى حلف شمال أطلسي ناتو الذي كرس نفسه لمقاومة العدوان الروسي. القرار هو سبب مباشر لغزو أوكرانيا والذي أمر به بوتين لمنع توسع الحلف العسكري، وقالت إن قرار البلدين هو توبيخ لمن جادلوا أن الناتو يتحمل المسؤولية عن الحرب التي تجري في أوكرانيا. فبوتين ليس وحده من يقول إن غزو أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لتوسع الناتو في شرق ووسط أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة، بشكل وضع روسيا في مكان لا تحسد عليه، وهو أمر يوافق عليه الكثير من الباحثين في الغرب، إلا أن اختيار كل من فنلندا والسويد يقترح أنهما قلبتا هذا الفهم رأساً على عقب. ويقول نقاد توسع الناتو إن الحلف حنث بوعد قدمه وزير الخارجية الأمريكي السابق جيم سبيكر للروس في شباط فبراير عام 1996 بأن الناتو لن يتمدد شرقاً، ويضيفون أن القرار ليس حكيماً، ووجدت روسيا نفسها مهددة ومضطرة للدفاع عن نفسها مع زيادة الدول الأعضاء في الحلف. وقالوا إن الغرب لديه وسائل أخرى غير الناتو لتقوية العلاقات الأمنية بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء. ويقول نقاد توسيع الناتو إنه كان من الواجب على الحلف رفض طلبات عضوية من دول أوروبا الشرقية ووسطها، فالتوسع سيزيد من مخاوف روسيا على أمنها، فحكومة موسكو تتعامل مع التحالف كتهديد مع أنه تحالف دفاعي. وعندما قام بوتين بمحاولات لإعادة القوة الأمنية من خلال تحديث جيشه مثلاً، فالناتو كان ينظر إلى هذا زيادة في العدوان. وكانت قمة بوخارست في 2008 مثار استفزاز لموسكو، حيث وعدت فيها كل من أوكرانيا وجورجيا بقبول عضويتهما، وهما بلدان تنظر إليهما روسيا باعتبارهما مهمان لأمنها. مع تقديرات الاستخبارات الأمريكية استبعاد نشوب الصراع النووي بين روسيا والغرب، إلا أن الباحثة ماكولوم تشارمز يرى أن الأمور قد تنزلق إلى نقطة حاسمة يمكن أن تؤدي إلى ذلك. فقد ذكر في تحليل له بصحيفة فاينانشال تايمز أن شبه جزيرة القرم يمكن أن تمثل النقطة الحاسمة فيما أطلق عليه لعبة الدجاج النووية. ويشير مصطلح لعبة الدجاجة النووية أو ما يعرف أيضا بسياسة حافة الهاوية يشير إلى تصعيد بين القوتين العظميين في العالم إلى ما قبل نشوب حرب نووية شاملة، ثم التوصل إلى تهدئة تحفظ ماء وجه الطرفين. إن ما يمكن اعتباره تهديدا وجوديا للدولة الروسية هو أحد احتمالين. أولهما هو القتال المباشر بين القوات المسلحة الروسية ونظيرتها الأمريكية، حيث إنه بمجرد أن يندلع الصراع العسكري المباشر سيكون من الصعب تجنب التصعيد، وذلك لم يحدث طيلة العقود السبعة الماضية،
بسبب ضبط النفس المتبادل من الجانبين، على الرغم من حدوث تدخلات عسكرية دعم فيها كل طرف خصم الآخر بأسلحة على نطاق واسع، بداية من الحرب الكورية وحتى الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا. أما الاحتمال الثاني لاندلاع صراع نووي هو التقدم العسكري الأوكراني في ساحة المعركة بما يهدد الأراضي الروسية، حيث تجلب الهجمات المضادة الأوكرانية الناجحة فرصاً جديدة لشن هجمات محدودة عبر الحدود. وأضاف: إذا كان هناك خطر تصعيد، فمن المرجح أن يأتي في الأراضي التي خسرتها أوكرانيا في عام 2014 والتي تلتزم كييف الآن بتحريرها. من المهم هنا التمييز بشكل واضح بين دونباس وشبه جزيرة القرم، يقول تشارمرز. ومع ذلك، في حال عدم وجود وقف لإطلاق النار، ستكون القوات الأوكرانية حريصة على منع شبه جزيرة القرم من أن تصبح ملاذاً يمكن للكرملين من خلاله إعادة إمداد قواته في بقية أوكرانيا. كشف ممثلو مكاتب وكالات السياحة التركية عن أن هناك اهتماماً متزايداً من السياح على جولات مناطيد الهواء الساخن مع انطلاق موسم السياحة في مدينة كابادوكيا التاريخية. قال رئيس جمعية مشغلي مناطيد الهواء الساخن محمد دينلر، قال إنه يتوقعون رقماً قياسياً في عدد السياح المشاركين في جولات المناطيد هذا العام، وذكر أنه قد سجل رقم قياسي في عدد السائحين المشاركين في جولات المناطيد في عام 2019 في المنطقة، إذ يمكن التحليق بالمناطيد 220 يوماً في المتوسط في أثناء السنة. قبل الختام مشاهدينا الكرام، هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.